الحقيقة بهية بقت مؤسسة عجيبة على المستوى الطبي وعلى المستوى الإنساني لعدة أسباب. السبب الأول إنه العلاج على أكمل وجه، يعني ما فيش حاجة ناقصة تقريبا، فيه شبه اكتمال في المنظومة العلاجية، والعلاج طبعا مجانا. المؤسسة دي بتتعامل مع كل السيدات بمستوى واحد وباهتمام واحد، مصرية كانت، غير مقيمة كانت، من أي جنسية أخرى كانت، غنية كانت، فقيرة كانت، من أي مستوى اجتماعي، الكل بينال هذا الاهتمام. والأهم من كده إن العاملين في مستشفى بهية مش موظفين، مش هتلاقي فيه طبيب موظف ولا هتلاقي حتى فرد الأمن موظف، كلهم أسرة واحدة. فاستطاعوا إن هم يكونوا أسرة واحدة وأدمجوا كل المحاربات في هذه الأسرة. الفترة اللي فاتت سألني الكثير من الأصدقاء والحبايب، لو أنا عايز أعمل صدقة جارية، لأن أنا سمعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أقول بملء الفم وبقلب مطمئن: تعال مستشفى بهية، تعال عشان تجيب جهاز لغرفة العمليات، أو عشان تأهل غرفة من الغرف في هذا الصرح الكبير اللي بيقدم كل خدماته مجانا. وخاصة إحنا في هذا الزمان، في الأوقات ديت، أوقات العشر الأول من شهر ذي الحجة. يعني إيه؟ يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن ذلك: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وبماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أنا أعتقد أعظم صورة من صور العمل الصالح هو إغاثة الملهوف وخاصة للمريض. ده طريق الأنبياء والأولياء: تعالوا ساعدوا بقلوبكم وبأموالكم لنكون كما قال ربنا جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.